طيب هنا مثلا احيانا يتجدد المال على الانسان شيئا فشيئا، فهل يعتبر اصل المال او يعتبر كل متجدد بنفسه؟ الجواب: اذا كان هذا المال المتجدد ثمره للاصل ونتيجه منه فحوله حول اصل، اذا كان ثمره ونتيجه منه فحوله حول اصل. مثال ذلك: رجل يبيع ويشتري، كان راس ماله اول ما بدا يبيع ويشتري 10,000 ريال، ثم صار يربح 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 قبل ان يتم الحول بشهر، ربح في صفقه واحده 10,000 ريال، وكان الربح السابق 5,000. كم يكون مجموع المال الآن؟ 25,000. العشرة رأس المال في أثناء الحول ربح 5، قبل تمام الحول بشهر ربح 10، كان الجميع 25,000. 25,000. هل يزكي رأس المال الأول 10 فقط؟ أو 15؟ أو 25؟ 25. 25، لأن هذا ربح مبني على أصل، والفرع يتبع الأصل، فيجب عليه أن يزكي رأس المال والربح، حتى وإن كان الربح لم يحصل إلا قبل تمام الحول بيوم يزكي. طيب، إذا كان هذا الزائد ليس نتيجة للأول ولا ثمرة منه فإنه يعتبره بحول جديد. مثال ذلك: رجل عنده 10,000 ريال ملكها في محرم، وفي شهر رمضان ملك بالإرث من قريب له ملك 10,000 ريال، متى يتم الحول الأول؟ في محرم، جاء محرم، هل يجب عليه أن يزكي 20 أو نقول زكي 10 الأولى في محرم والثانية إذا جاء رمضان؟ 10 الأولى في محرم والثانية إذا جاء رمضان. ما الفرق؟ الفرق ظاهر، لأن 10 هذه جاءت مستقلة عن الأولى، ليست من نتيجتها ولا ثمرتها، بخلاف الربح. نأخذ من هذا نتيجة: المال المستفاد بالربح يتبع الأصل وهو رأس المال، المال المستفاد بغير ربح كالميراث والهبة وما أشبه ذلك يكون له حول بنفسه مستقل. طيب،